السلام عليكم ورحمة الله. المرجو منكم دعمنا بزر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله. قال نائب وزير الصحة الروسية يوم الجمعة أن اللقاح الأول ضد فيروس كورونا الذي طوره أحد المراكز الروسية ستطعم به أول الأطقم الطبية التي تعمل على موجات الفيروس بالإضافة إلى كبار السن. وأضاف أن تسجيل اللقاح الذي تم تطويره في المركز سيكون في 12 غشت الجاري، مشيرا نحن اليوم في المرحلة الأخيرة حيث يجب أن نفهم أن اللقاح يجب أن يكون آمنا. وقال المسؤول الروسي إن العمل جاري حاليا على إعداد كميات كبيرة من اللقاح، مشيرا إلى أنه سيتم تطعيم الفئات الأكثر تعرضا للمرض من العاملين في المجال الطبي وكبار السن أولا. وأوضح نائب وزير الصحة الروسية أن تأثير التطعيم سوف يصبح ملحوظا عندما يتشكل ما يسمى بالمناعة السكانية وعندما يكون انتقال الفيروس مستحيلا عمليا، كما أن سرعة ذلك ستعتمد على عدد الأشخاص الذين يتم تطعيمهم ومدى انتشار التطعيم. نشكركم على حسن المتابعة.